برج القوس، انت الآن في عدد منكم مش في بلده، في عدد منكم عم يشتغل أو مسافر، مبين عندي السفر كتير، في عندي روحة ورجعة وروحة ورجعة، في فرصة للسفر كبيرة، إما للوطن أو عم بتكون سفرة مع الحبيب. في في سفرة في الأفق حلوة قبل فترة كان قلبك كتير مكسور من أكثر من شخص وكنت تعبان يعني اللي هو كنت عاطفيا مشاعرك كانت كتير سلبية وانطعنت كتير من أشخاص قريبين يعني أعطيتهم الثقة وهم لا يستحقوا أي نوع من الثقة استغلوا الاسرار اللي انت يعني امنتهم عليها كانوا عم عم بيحكوا هاي الاسرار او عم بيطلعوها خلال الفتره الماضيه ما كانوا عم يتعاملوا معك بطيبة قلبك بالمثل بالعكس كانوا عم يكونوا غدارين معك وعم يستغلوا الاسرار لضدك انت اشياء انت حكيت لهم اياها هم طبعا نشروها في كل خلينا نحكي في المحيط وهذا الشيء اثر عليك سابقا بخيبه امل عم بشوفك حبيبي في الفترة الجاي في موقع حلو وكأنه عم اه وكأنه عم تستقبل شخص جديد في حياتك تستقبل اه في عندي حياة جديدة في تغير في ال اه في نمط ال اه العلاقات من حولك أو نمط حياتك أنت رح يتغير اه للأفضل كنت ملان كتير الفترة الماضية ما كان في تغييرات لا هلا اجى وقت التغييرات عم بشوف اشياء كتير حلوة وتغييرات كتير آه حلوة آه عم بشوف في فرصة للعمل خارج الوطن آه رح يكون دخلها آه كبير هاي الفترة مش الفترة الجاي آه ان شاء الله آه في على صعيد الدراسة رح يكون في تنافس كبير على موضوع في الدراسة ويكون مش عارف دراسات عليا يمكن لأنه مبين عندي في في نجاح كبير في هذا المجال إذا إذا كنت تدرس عم تدرس بحفزك إنه تدرس أكتر هاي الفترة لأنه النجاح حليفك على قد ما تعبت على قد ما حت تجيب في هاي المرحلة الدراسية اللي أنت فيها على صعيد الصحة الحمد لله الأمور تمام كلها باستثناء أنه عم من فترة لفترة عم تفكر وتتعب حالك بالتفكير على الفاضي التفكير السلبي ما بيجيب لك الا سلبيات ما اله اي فايده اخرى الا هاي فايده اذا اعتبرناها فايده فنحاول نتخلص من اي تفكير سلبي ونروح للاشخاص الايجابيين ونحاول انه مش نستغل طاقتهم نحاول انه نكون مثلهم في الطاقه في عندي ميزان عدل في شخص ظلمك كثير في الفترة الماضية وكنت عم تستنى يعني العدالة إنها تأخذ مجراها لفترة طويلة ما أخذت مجراها لكن في هاي الفترة أنت رح يعني يكون في عدالة في الموضوع وهذا الشخص رح يكون مثل ما عمل لك رح ينعمل في كارما في الموضوع كتير في هذا الشهر هذا الشخص رح ياخد جزاءه هاي الفترة على تح يعني على عينك انت حتشوف هذا الشخص بس طبعا ما بحكي لك انه تشمت فيه ولا شيء لكن هذا اللي مبين عندي انه انت رح تشوف خسارة عند هذا الشخص وهذا الشيء عم يشفي لك شوي جروحاتك لانه غدر فيك اكثر من مره لهذا الشخص في عنده مبين رجوع لشخص قديم شخص قوي شخصيته قويه مش كبير بالعمر كبير بالعمر او عنده رزانه معينه عنده تقل عنده شأن يعني شأنه كبير بالمجتمع هذا الشخص اللي انت على علاقة كنت معه في السابق في رجوع في رجوع حلو ومبين عندي انه في رجوع مستمر يعني رح تتطور العلاقة بيناتكم ان شاء الله اذا كان هذا الشخص اللي انت تركته بحاول أعرف من أي طاقة ممكن يكون طاقة نارية ممكن يكون طاقة ترابية أه إذا بتوقع رجوع بنسبة أه كبيرة لكن رح يحاول أنه يفرض عليك شروط أو أمور أنت ما تعجبك أه هذا اللي مش حلو في الموضوع أنا بنصحك أنه أبداً ما أه تخلي حدا يمشيك على مزاجه أو على هوائياته وقت ما بده إياك بيقولك يلا وقت ما بده يروح لا كتير بنصحك بأنه تكون حاسم كتير مع هذا الشخص عم يشعر هو وكأنه أنت علمته درس أو كنت كتير شديد معه خلال الفترة الماضية لذلك هو راجع وهو يعني متوتر من ناحيتك يعني بيقول خايف خايف من رده فعلك ناحيته وكانه عمل لك شغله زعلتك شغله كبيره زعلتك وانت عرفتها لهي الشغله فاذا في رجوع لهذا الشخص في في عندي ظهور لامراه بتوقع من الأبراج النارية برضه يمكن حمل هاي هاي المرأة عم بتكون عم بتساعدكم إذا ظهورها بالفترة الجاي أو الفترة هاي الشهر الأربع أسابيع اللي عم نحكي عنهم حتكون صديقة صدوقة بالنسبة لكم أو صديق صدوق بالنسبة للشاب عم ظهورها في حياتكم عم بيساعدكم آه بموضوع من المواضيع إذا قراءة حلوة كتير لبرج آه القوس آه على صعيد العمل عندهم آه آه تغيير في المسؤولين آه المسؤول المباشر او غير المباشر رح يكون في آه تغييرات في البوزيشنز اللي عندهم اياها بالشغل لكن هم ما رح يعني يتاثروا في هذا الموضوع رح يكون الموضوع عندهم عادي ما يعني ما حتفرق معاهم كتير لكن حبيت احكيها لانها بينت عندي اذا انتصار او اخبار حلوه لبرج القوس بعد تعب اذا في رجوع رجوع حلو